أهلاً. الإدارة وايد مهمة في جميع مراحل الحياة والعمل، إحنا نحتاج الإدارة، لكن شنو هي الإدارة الصحيحة؟ شنو المهارات اللي الشخص اللي مسؤول لازم يعرفها عن الإدارة؟ شلون الإداري الناجح يتعامل مع الإدارة مدارة؟ هذا اللي راح نعرفه في حلقتنا اليوم. أغلبنا ما يعرف شلون يعيش الحياة الإدارية. كلنا نحتاج شيء يساعدنا نعرف شنو هي الحياة الإدارية وشلون إحنا نتعامل معها. فاخترت لكم اليوم كتاب المبدع المرحوم غازي القصيبي، حياة في الإدارة. هذا الكتاب لما سواه غازي القصيبي كان في هذاك الوقت ما في كتب تتكلم عن الحياة الإدارية وشلون إحنا نتعامل مع الحياة الإدارية حق الناس اللي يشتغلون بالشركات وبالوزارات وغيرها. فكان مثل المرجع لأغلب الناس اللي يبي يتعلمون شلون يتعاملون في الحياة الإدارية. فيقول لنا غازي القصيبي في هذا الكتاب إن حياتنا الإدارية مو مثل ما أنتوا متصورينها. حياتك الإدارية تبتدي في شهادة الميلاد. شهادة ميلادك هي أول ورقة إدارية الإنسان يستلمها، وشهادة الوفاة هي آخر ورقة إدارية لكل إنسان. مبدع وفيلسوف وعنده مقولات جميلة جدا، فيقول بأبسط الأشياء اللي لازم تعرف أنت شلون تعلمت الإدارة. تعلمت الإدارة وأول مكان يعلمك الإدارة هو المدرسة. يقول لما تروح المدرسة التنظيم وطريقة التنظيم هي اللي تعلمك الإدارة. لما يجون بالطابور الصباحي ويتأكدون من أن الطلبة قاصين أظافرهم، يتأكدون أن الطلبة متحممين قبل لا يجون المدرسة، متأكدين أن الطلبة لابسين الزي المدرسي الصحيح ولا راح يواجهون عقاب. هذا أول درس بالإدارة، الانضباط المدرسي والشرح اللي يعطيك اياه المدرس ويعطيك عليه امتحان، هذا نوع من أنواع الإدارة. واجباتك اللي أنت تديرهم بروحك بالبيت وأنت مسؤول عن تسليمهم، هذا هم درس بالإدارة. الامتحانات والانضباط بالامتحانات وتنظيم وقتك، هذا هم من الدروس اللي يقول لنا غازي القصيبي إن إحنا نبتدي فيها من عمر وايد صغير. بعد ذلك نبتدي نتعلم دروس أكبر بالجامعة عن طريق ممارسة الإدارة مع دكاترتنا ومع زملائنا في تنظيم الوقت للامتحانات وللهوايات وغيرها. بعدين يتكلم عن العمل والإدارة الفعلية بالعمل، فيعطينا شخصية المسؤول. يقول دائما المسؤول لازم يكون في صفات القائد، لازم هو يدرب اللي تحته تدريب سليم على طريقة المعاملة الصحيحة، لازم هو يتحمل أخطاء اللي تحته من موظفين صغار ويشاركهم المسؤولية، لأن هذا رح يعطيهم ثقة في نفسهم ورح يعطيهم ثقة إن أهما حتى لو يأخذون قرارات صغيرة ساعات تكون خاطئة، لمن يدرون إن مديرهم بالعمل راح يوصلهم إلى بر الأمان وما رح يكونون محاسبين منه أو معرضين للرفض من الوظيفة، رح يخليهم عندهم قيمة التجربة والابتكار أكثر من ما أهما يكونون خايفين أن أي خطأ صغير راح يرتكبونه كموظفين عاديين، المسؤول راح يجردهم من جميع صلاحياتهم وقد يوقف معاشاتهم أو يطردهم من العمل. يقول صفات القائد تأثر كثيراً على إدارة الأعمال، لازم أي شخص مسؤول، أي شخص مثل ما قالوا decision maker صاحب قرار، لازم يكون عنده صفات القائد. صفات القائد مو بس باتخاذ القرارات، اتخاذ القرارات طبعا هذا من أهم الصفات، لازم القائد يكون عنده قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة اللي تساعد مؤسسته أو شركته
إنها تتقدم إلى الأمام. هذه واحدة من صفات القائد، لكن يشرح لنا في الكتاب أن من صفات القائد أنه يكون لطيف ومحترم في التعامل مع الأفراد اللي دار مداره، سواء كانوا مدراء ورؤساء مثله أو كانوا موظفين صغار أقل منه بوايد، من أبسط وظيفة اللي هي وظيفة الفراش إلى أكبر وظيفة اللي هو يكون صاحب الشركة أو المسؤول الكبير. لازم تكون حياة الإدارة بينهم تعمها الاحترام والثقة المتبادلة. ما يصير أن أنا أسوي إنجازات إذا كانت بيئة العمل بيئة مو صحية. ونلاحظ الحين الكثير من الشركات قاعدة تحفز الموظفين أن يتعاملون بشكل جميل وإيجابي ومحترم بينهم وبين بعض، فيشرح لنا أن هذا التصرف راح يخلينا نكون في بيئة عمل جميلة، راح تكون منجزة، راح الشخص اللي قاعد في هذه الوظيفة ما يحس بملل، لأن الوظيفة دائما فيها تجدد وفيها قرارات جديدة. وهم يقول مفروض أن احنا ناخذ آراء الشباب اللي معانا في هذه المؤسسة، لازم ناخذ رأيهم ونعطيه أهمية ويكون بعين الاعتبار، لأن الشباب يكون عندهم آراء جديدة وفيها ابتكار تطور من منظومة العمل اللي احنا عايشين فيه. العلاقات الاجتماعية بين أفراد المؤسسة أو الشركة لازم تكون موجودة، اللي هي المجاملات والدبلوماسية في التعامل. يعني لما يكون أحد أفراد المؤسسة عنده مشكلة أو عنده حالة وفاة لا سمح الله أو عنده حالة فرح بإذن الله، يروحون كل اللي موجودين معاه يقدرونه ويقدمون له واجب المباركة في المناسبة السعيدة، لأن هذا يصير في مودة وألفة بين كل الموظفين في هذه الشركة، ويصير التعامل معاهم في حب كبير يساعد أن الشركة تتطور إلى الأفضل. كتاب جميل جدا، أنصح فيه كل الناس اللي ودهم يتعلمون الدبلوماسية وطريقة التعامل مع الآخرين وشلون يكونون فعلا مدراء ناجحين ويعرفون شلون يديرون شركاتهم إلى الأفضل، ويتعلمون كذلك فن الإدارة من المبدع غازي القصيبي. عرفنا أهمية الإدارة وشلون إن الإنسان لازم يعرف شلون يتعامل مع اللي دار مداره ويكون إداري ناجح، إنه يكون محترم وياخذ اللي دار مداره بعين الاعتبار آرائهم حتى لو كانوا موظفين صغار، ويتعلم أشياء جديدة وممارسات جديدة بالإدارة. أتمنى تقرون كتب عن الإدارة عشان تطورون حياتكم إلى الأفضل.